تبعني نبني ودنيا زينة. هذه الصور من جربة، صور تعودت عليها الأنظار. السياحة بالجملة لا بد منها، ولكنها لا تخرج السائح أحياناً لملاقاة أنسام البلاد وروائحها، مذاقها، ثقافتها، لهجتها وأناسها. جربة هي واحدة وجمع في مساحة صغيرة في مساحة جزيرة. لما تطأ أقدامهم جربة من المطار يظهرون وكأنهم في عجلة من أمرهم لملاقاة الجزيرة. أكثر السياح يعودون إليها، يقال إن من أكل من ثمارها تنسيه أوطانه. أوديس أولهم نسي إيثاكا وبينيلوبا بعد أن أكل من تمرها ومن توتها. هي جزيرة أكلة اللوتو عند هوميروس، وجزيرة الرمال الذهبية عند جوستاف فلوبير، وجزيرة الفصل الخامس عند إيمانويل غوغان. أحبوها فأحبتهم. من أصدقاء جربة ماريا جاءت سائحة فبقت، تزوجت تونسيا وبقت. تعرف أزقة حومة السوق واحدة واحدة ودكاكينها، تعرف تجارها ويعرفونها. هي واحدة منهم، أصبحت واحدة منهم. تنطلق من المادة النبيلة وتطور الصناعة التقليدية، أو هي تزورها بعينين نظيفتين وبما ملكت من تقنيات موروثة من صنائعي جنوة ومن تجار البندقية. ماريا انصهرت في مجتمع جربة، فهي تارة مريم وتارة ماريا وتارة ماغي. تتداول اسمها اللغة العربية واللغة العبرية واللغة اللاتينية. تجارتها مع المسلمين واليهود في حومة السوق لا تفرق بين هذا وذاك، لا اللباس يفرقهم ولا اللهجة. حتى تخلو نفسك في مجتمع واحد متعدد وواحد. ليس هناك نظرة عدائية، لفظة عدائية لم نرها، لم نسمعها. ماريا بدأت بدكان صغير متر على متر. صناعتها، ابتكارها من موروث جربة، صوفا وحريرا، قطنا وخزفا، يجلب السياح. معرض ماريا تقترح ما أحست، لأن جربة هي إحساس قبل كل شيء، إحساس وحواس. المصوغ في جربة يكاد يكون من اختصاص اليهود التونسيين، فهو يخضع إلى موروث ثلاثي يهودي، أمازيغي وعربي. هو فريد من نوعه، يلقى إعجاب السياح الباحثين عن قطعة فريدة لها ماضي. لما نلامس السياحة البديلة لابد من الحديث عن دار الضيافة.
مفهومها ضيافة، أن ينزل السائح عند صاحب الدار ضيفا دافعا. هو سائح ميسور عادة، يبحث عن القرب من الآخر واكتشاف المنطقة التي يضيف فيها، عاداتها وتقاليدها وحتى مطبخها، ومن عاداته العودة. نحن في دار ضيافة في الحارة الصغيرة حي الرياض حاليا، تحمل اسمها دار الضيافة. كيارا وزوجها التونسي هما صاحب الدار. هي من أصول إيطالية تونسية التبني. تستقبل ذلك الصباح زوارا قد يصبحون ضيوفا في موسم قادم. السياحة الجماعية لم تعد تستهويهم، أو هكذا فهمنا من إعجابهم بالمعمار وبهدوء الدار. لا شيء هنا يصرخ في الأذن أو يزعج العين. مدير الدار بدا مشغولا مع صحفيين إيطاليين يعملان في جريدة محلية بلازيو، أتيا للتعريف بالمنتوج السياحي التونسي. من انبهارهما نتوقع منهما مقالا فيه إعجاب ربما. الصحفيون أحيانا يحبون أو يكرهون. خطوة إلى دار بيبين، الباب يطرق هنا. إيزابيل وجيغار هما صاحب الدار. هي محامية وهو مهندس معماري. ترك بلجيكا والمهنة إلى دارهما بيبين. بيبين هي لعبة بين اسم النسيبة والبابين، زيارة غربية للمعمار الجربي وحمام ذياء. هناك أماكن لا توصف. أماكن لا توصف ولا تصنف، كدار الشريف في ريف جربة بسيدي جمور. دار ضيافة أو مبيت قروي، أو هي قرية ثقافية. في تجمع المفاهيم الثلاثة تميز. دار الشريف تقلد العمارة الجربية الصارمة بكثير من الذكاء، فهي المنزل والحوش، هي الفضاءات المشتركة والفضاءات الخاصة، ورواق فنون كل الفنون. اختيار لوحات الرسام الألماني أوتو ديكس لها معنى، لأنه كان من المثقفين الألمان الذين ناهضوا النازية، ليس كمثقف يهودي بل لأنه كان شيوعيا، ومع ذلك جند قسرا وأسر في فرنسا في الحرب العالمية الثانية. تجمعت في رسومه الألمانيتان، فكرمته الفيدرالية والديمقراطية على حد السواء، فقد نأى برسومه عن التيارات العقائدية السائدة آنذاك بعد أن جرب التكعيبي والمستقبلي والددائي. لولا دار الشريف لما كنا عرفناه ولا تحدثنا عنه. شريف آخر الحبيب من سلالة سيد الشريف اختار أن يكون مذيافا في داره، أسماها بكل بساطة دارنا. اختار فكرة المبيت الريفي في مزرايا بين شاطئ سيدي محرز والقرية.
للوصول إليها لابد من امتلاك خريطة. تلك هي السياحة البديلة، أن تبحث وتختار. هي سياحة اكتشاف، سياحة تحرك الأنفاس والحواس، سياحة تملأ العين. المنزل الجربي متكون من حوش أو أكثر وسط الحدائق والمزارع. يمكن أن تضاف إليه ورشة حياكة أو مخزن مؤونة، وأحياناً معصرة ومندرة وبئر وماجن. تحيط به طابية دفاعية ليست له نوافذ على الخارج. السقيفة تجمع السكان وكلهم أبناء العم أو لاستقبال ضيوف عاديين. الضيوف المقربون يتم قبولهم في مخزن الضيافة. كذلك وجدنا دار بالسرور تتهيأ لتصبح دار ضيافة. صاحبها اقتناها مع من اقتسم معه الإرث أكثر من 100 وريث. دار ضيافة هي طريقته للمحافظة على منزل تقليدي من الاندثار وإنقاذ جناح بئر من التحطيم والبئر من التمر. مسجد تجديد، مسجد إباضي بأتم معنى الكلمة والعبارة، مسجد قلعة. المساجد والقلاع بنيت على الساحل أو داخل الجزيرة للمراقبة وللصلاة والتعبد وللتدريس وللدفاع أيضا. ميزة هذه المساجد أنها تحمل دعائم على جوانبها وقوات لقنص الأعداء ومنصات لإغراقهم بالزيت الحامي. الوصول إلى أعلى الصومعة يتم من داخل المسجد. الإباضية مذهب خارجي اعتنقه الأمازيغ من جبال نفوسة إلى المزاب، مذهب يلتصق بالنص القرآني. أتباعه يعيشون حياة رصينة ويحترمون المساواة بين كل المؤمنين. الإباضية بكلمة هو مذهب تسامح، وهو ما يفسر التعايش الكامل مع المساويين. ذلك الشيخ الذي فتح لنا الأبواب وجامع تجديد في تجديد يختصر الكلام. هذا جامع تجديد، تجديد كلمة أمازيغية يعني معناها الجديد، سمي تجديد جديد بالنسبة للجامع الكبير اللي في الحشان على طريق المطار. هذاك الجامع تبنى في أواسط القرن الرابع الهجري حوالي 360 الهجرة، وبنوا الجامع ذا في أواخر القرن الرابع الهجري يعني حوالي 390-395 الهجرة، وسموه تجديد. وكان من المساجد القلاع. ايش معنى القلاع؟ يعني فيها السمعة ذيك اللي تربط مع صوامع أخرى، باش إذا كان يجي عدو يهجم على الجزيرة من البحر في النهار يعملوا الدخان، في الليل يشعلوا النار وتعطي الإشارات للجوامع البعضها. وكان مدرسة علمية، ومن أبرز علماء اللي درسوا في الجامعة ذي أبو النجاة يونس بن تعريت الخيري الجربي، اللي قاد حملة ضد الصليبيين الإسبان وهزمهم في القنطرة شر هزيمة وقضى على أحلامهم الصليبية. من ذل وذياء نشأت شوارع حي الرياض وأزقتها، الحارة الصغيرة فيما مضى هجرتها العائلات اليهودية تباعا، ولم يبق منها إلا 7 في هجرات متتالية منذ سنة 48 وتسعمائة وألف. ولكن العملية الإرهابية سنة 2000 كانت ضربة قاسمة لجالية تقول الأسطورة إنهم هاجروا إلى الجزيرة في القرن 6 قبل الميلاد في التغريبة الكبيرة على يدي نبوخذ نصر الثاني. كلمة ديغت العبرية تعني باب، وهي اسم الحارة الصغيرة قبلا، وهو ما قد يؤكد أن المهاجرين جلبوا معهم أحد أبواب المعبد وبعض أحجاره وبنوا منها معبد الغريبة. آخرون يؤكدون أن يهود جربة أتوا مع غزوة للنبي داود عليه السلام، وآخرون يقولون إنهم هاجروا سنة 70 بعد الميلاد عندما حطم الروم الهيكل. ولكن وهذا الأهم، فقد انصهروا في محيطهم الجربي، اتخذوا من لغته لغتهم
ومن تقاليده تقاليدهم، أثروا فيه وأثر فيهم، تعايشوا وتعايشوا إلى آخر المعنى. جلالة صورة من الماضي عن الخزاف. متحف جلالة صور من الماضي في الحاضر، متحف خاص لقد لجأنا إليه لأنه لا يعرض فقط، بل لأنه فيه حياة. تسمع فيه الأهازيج، تشم منه رائحة الماضي في الحاضر والعكس. السياح يتبعون المسلك وكأنهم في جولة افتراضية لابد من نشر ثقافة الجزيرة. هناك نوعية سياح لا يأتون للشاطئ فقط، يأتون لتدوين رحلاتهم. هؤلاء إما شكروا أو ذموا، أو بكل بساطة انبهروا، وهذا هو المبتغى. العارفون بالشأن السياحي يؤكدون أن نسبة العودة عالية بالنسبة لجربة، إذ لا تكفي إقامة واحدة لفهم ذهنية الجزيرة. تاريخ جربة تأثر فعلا بتاريخ المتوسط منذ حضاراته الأولى، بل وبتاريخه الأسطوري. برج الغازي مصطفى وإن حمل ذلك الاسم، فقد بناه في أواخر القرن الثالث عشر الأميرال روجي دو لوريا، قائد أسطول أراغون وصقلية، على أنقاض حصن روماني لغايات دفاعية. رمم في القرن الخامس عشر، وقوى درغوث باشا القرصان التركي الشهير دفاعاته، وأفنى فيه حامية إسبانية من 6000 رجل. من هناك رفع القراصنة الجدد راياتهم، ولكن لرحلة بحرية إلى رأس الرمل. جزيرة جربة جزيرة متحركة الرمال، إلى شبه جزيرة يسميها البعض جزيرة النحام الوردي. هي أشهر منتوج سياحي في جربة. تنطلق سفن القرصان من ميناء حمد السوق محملة بالسياح الأجانب وبالإشقاء من ليبيا والجزائر والمصطفين التونسيين كل صباح لقضاء نصف يوم في أجمل شواطئ الجزيرة. الإبل والخيل والدراجات النارية ذات الأربعة في الانتظار، وتحذير عند المرور إلى الشاطئ الشمالي. ما الرابط بين السابق واللاحق إلا ظهور رياضات بحرية جديدة؟ الكايت سيرفينج، أحياناً الفرجة تستوقفنا هنيهة.
الساقية، الخيل والليل وال... وعذرا إنها حماسة اللحظة. أحياناً وأحياناً فقط نطلب الإذن لدخول فندق من أجل غاية: الاستشفاء بالمياه، مياه البحر، المياه المعدنية، المياه الساخنة. تونس هي المقصد الثاني بعد فرنسا من أجل هذا المنتوج، لذا لم نرد إغفاله. دعوة للزيارة. قل: سندخل متحفا من الأدوات الفلاحية القديمة ومن أدوات النجارة والحدادة. مثل هذا العرض يعيد للأذهان معاناة الفلاح والحداد والنجار وكل صاحب صنعة يطوع ويصنع بيديه. قل هكذا وأنت في مطعم للأكلة التقليدية الجربية. البلاد مذاق، البلاد أكلة تشتهر بها، وجربة معروفة بأكلتها الجربية اليومية العادية والمناسبتية. لما دخلنا هذا المطعم علمنا أننا سننتفع مرتين بمعروضه وبعرضه. مطعم عائلي، الزوج في القاعة والزوجة في المطبخ. يكفي ذكر ذلك حتى لا يقال عنا إننا نشهر أو ننوه أو نفضل وما إلى ذلك. شكله سفينة راسية، مطبخ متوسطي معروف في العالم بأسره. تعجبنا أنظارهم الصديقة. أصوات أخرى جذبتنا إلى قاعة المحاضرات. ندوة حول الرضاعة، غذاء مرتين. السياحة هي هذه سياحة الندوات أيضا. بدت لنا جربة من الجو فندقاً عائماً لها من العمر السياحي 50 سنة، 50 سنة وأكثر، وبقيت جميلة وحلوة. مغيبها أحسن مغيب. تبعني نبني ودنيا زينة، دنيا زينة. تبعني نبني ودنيا زينة، دنيا زينة. دنيا تفن وكيف وعيشة بنينا، وعيشة بنينا. ومن دنيتهم فوق ما يزينا.